الآن أهل القبور كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أهل القبور الآن يتمنى واحد يرجع ليقول لا إله إلا الله، يتمنى واحد يرجع ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى الواحد منهم يرجع ليتصدق ولو بقرش. نحن الآن الأمر بأيدينا، نتوب ونتصدق ونصلي ونصوم ونعمل كل الخير، فالأمر بأيدينا. لكن المشكلة أهل القبور ساكين، نرجو الله أن يغفر لنا وللمسلمين. أما نجلس لنضيع الوقت، هذا لا ينبغي للمسلم. ينبغي أن تكون ثقافتنا الاهتمام بالوقت. شوف، الصلاة تحتاج وقت، الصوم يحتاج وقت، الإنجاب يحتاج وقت، الزراعة تحتاج وقت، الشهادات تحتاج وقت، قل لي شيء إلا لازم له من الوقت. إذا ما نضيع هذا، ندخل به الجنة ونرفع به أنفسنا في الدنيا، ونساعد به الضعاف والفقراء، ويكون عندنا ثقافة قيمة الوقت. ما يكون عندنا ثقافة تضييع الوقت، ما يصلح هذا. هذا كأن الواحد يأخذ رزم المال ويحرقها.